الحياد حياد، ما في شيء اسمه حياد إيجابي وناشط وفاعل. أنت قاعد بوج الذئب، شو فاعل وإيجابي وناشط وحياد بس حزب الله بطل فقط عم يحمي اللبنانيين او فقط على الحدود، يعني انت بتعرف التدخلات يلي بالخارج، المقاتلة بسوريا جيد ببلدان اخرى، يعني جيد. اليوم صار دولة بتتحالف مع دول لتحارب غير دول، جيد يعني عم بيعرض لبنان لمواقف محرجة مع غير دول، صح او لا؟ جيد. أولا هذه المقولة بدأنا نسمعها نحن في يعني في السنوات الأخيرة، طيب ما هي ماشي. واحدة وكانوا متيقنين، وكان السيد جعجع بده يحلق شويربه أو لحيته، مش هيك قال بوقتها؟ إذا ما بيسقط، طيب ما سقط، طول لحيته الزلمة، لازم نطالبه يحلقهم يعني. لما كان هذا الأمر أستاذ رالف ماشي على السكين إنه الثورات العربية والربيع العربي، ما كان حدا عم يحكي. لما فشل مشروعهم بدأ الحديث إنه التدخل وما التدخل ومش عارف، وبلش يكبروا لك البكار. طيب أنت اليوم نحن قاعدين هون، بتعرف امبارح الرئيس الباكستاني عسكرية في باكستان للأمريكيين، فرفضت، فقرروا عزلي وطردي ومحاصرتي وإسقاطي من رئاسة الحكومة، ولن أستسلم، وسأقول للأمريكي كما قال الإمام الحسين في كربلاء أنني سأنتصر للحق. طيب هذا الأمريكي اللي بيجي آلاف الكيلومترات يسقط أنظمة ويتدخل وبشيل وبيحط، هل نستكتر على حزب الله في لبنان الذي يعتبر أن رئته ورئة لبنان هي سوريا، في وقت الحكم في لبنان منقسم حول ما جرى في سوريا؟ يعني لو كان لبنان لديه نظرة موحدة حول ما جرى في سوريا ضد أو مع، لما تحرك حزب الله، لكن أصلا لبنان منقسم. القائم المجرم بشار الأسد، الLBC، الMTV، المجرم، النظام المجرم. يا أخي أنت شو لك عليها؟ بس سؤال، شو لك عليها أنت بلبنان؟ طلعت بتصفات من الجمعة الأولى من الأسبوع الأول، بينما ضليتك تحكي عن الثورة والربيع بكثير من البلدان شيئا لم يكن. ليش بسوريا اخترت العبارات؟ إذن أنت في لبنان هناك من استدعاك لأن تنتصر إلى جانب سوريا، لأنك تدرك أن إذا ما سقطت سوريا سنسقط. طيب كان أشرف ريفي موجود وكان مدير عام للأمن العام للقوى الأمن الداخلي، طيب كل العالم تعرف كل التسهيلات التي قدمت إلى الإرهابيين في سوريا، وبعد ذلك من كثير من الشخصيات، وبعد ذلك سمعنا عن احفاضات وحليب، بينما حدا طلع قال لهم انه انتم تدخلتوا وعرضتوا لبنان مع سوريا لمشاكل. ليه؟ بس حزب الله عندما تدخل عرض لبنان. طيب بالعراق، وعلى فكره هلا بيجيك على كذبه اليمن، الكذب الاكبر بيطلعوا بيقولوا لك اليمن وما اليمن، حزب الله شو له عليها باليمن؟ لا ناقه له ولا جمل، لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد. ولو كان السعودي لديه أي دليل ولديه أي إثبات على أنه حزب الله موجود على أرض مساحتها 525,000 كيلومتر ومع شعب عديد وبيجي إلى 25-30 مليون، لقدم لنا نموذج. آخر ما طلع مع هذا المالكي النطق باسم التحالف العدوان السعودي على اليمن، شو طلع معه؟ جاب واحد بيعرفش يحكي لبناني، عمل له مؤتمر صحفي قال صار يحكي هو انه شيء بضحك. بالعراق يعني كله اتهام باطل برأيك، كله اتهامات باطل. حزب الله موقف السياسي مع اليمن علنا، مثل ما انت بيكون عندك موقف مع اي دولة، حقك انت كجهة سياسية. بس ما هذا جعجع مع السعودية، رئيس الحكومة مع السعودية، وزير داخلية عندنا اسم الله مش عم يتهدى بالبيانات مع السعودية، مش هيك؟ لك حاسب جورج ارداحي على تصريح وهو قايله قبل بسنوات، وحاسبوا شرب الوهبة وسكتوا عن إهانة رئيس الجمهورية.
على قناة الحرة الأمريكية، سكتوا عن إهانة رئيس الجمهورية ميشيل عون، واستكثروا على شرب الوهبي كيف ينتصر لرئيس بلده عندما رفض الإهانة من السعودي. ما كمان الأسر الجمهوري يعني بمطرح معين بهيدا الموقف وقف ضد شرب الوهبي. ماشي، ما عم بقول لا يعني هذه بالعكس، هذا موقف كبير من رئيس الجمهورية، تنازل لمصلحة لبنان وقبل على نفسه أن يتعرض له ولموقعه من إعلام سعودي وقبله، هذا دليل على أنه آثر مصلحة البلد على مصلحته الشخصية. لكن شرب الوهبي كبير أن يدافع عن رئيس جمهوريته، صحيح دفع الثمن لكن كان كبير. طيب كل هذا ما بتشوفوه، بتشوفوا الموقف السياسي لحزب الله. طيب مع العراق، مع العراق شو عمل حزب الله؟ طلع السيد حسن نصر الله بشكل واضح قال نحن قدمنا دعم ببعض الخبرات العسكرية والمستشارين لقوات الحشد الشعبي اللي هي بموجب القانون العراقي قوات حكومية، يعني لها طابع حكومي لأنها تشرعنت بالبرلمان. طيب شو بيكون عمل حزب الله؟ طيب كل العالم اللي عم يجي تساعدة العراق، وإيران رسميا ساعدت العراق، طيب العراق طلب رسميا وما قال أي شيء، طيب ليش أنتم بكم تحاسبوا؟ يعني بتقبلوا أنه داعش تفوت وتحتل وتصار؟ هلا بيقولوا لك القرار والحكومة وهو طلع برات الحكومة، ما هي لو الحكومة بلبنان متفقة على المقاربة السياسية مما يجري في المنطقة كان أوكي، بس ما هي هلا بتسمي اليمن إرهابي والسعودي حمامة سلام، هلا بال 2022 بعد 7 سنوات من القتل المتواصل بعدهم بيقولوا نفس الشيء. شفت الرئيس الجمهوري شو صار؟ راح وحكي بالفاتيكان، وقت كان بالفاتيكان لصحيفة إيطالية بيقول فيها أنه حزب الله ما بيأثر على الأمن الداخلي اللبناني، صح. والبطرك شو رد؟ شو قال كمان؟ أنه إذا الحزب ما عنده تأثير على الأمن الداخلي اللبناني فإذا شو قاله بالدول الأخرى؟ شوف البطرك عاملها شغلته وعاملته، يعني اولا كلام الرئيس الجمهوريه، بس بتعرف كركي قديمه وقع اساسي قديمه وقع بيأثر، يعني البطرك كان داعم لرئيس الجمهوريه قبل ما يجي رئيس، ودعم كل الناس فقط ليكون لبنان افضل. شوف ودائما بكركي لعب، مع احترامي لموقع بكركي وتاريخ بكركي ما فينا نضلنا حاملين القصه ماشيين فيها. زمن الأول تحول، عم نحن نحكي ببكركي التاريخية أيام الفرنسيين وأيام الاستعمار الفرنسي والاحتلال الفرنسي وبداية تشكيل لبنان والآخر. اليوم نحن بمحطة أخرى تماما، يعني اليوم بكركي دورة ما له معنى، لا لا ما كل واحد له دور محفوظ، لكن هذا الدور يتناقص مع تطورات كثيرة. كركي لما كانت بالزمانات كان في نظام متصرفية ونظام مش عارف شو، قائم مقاميتين، ولبنان الكبير ولبنان الصغير ولبنان المقمط بالسرير. اليوم عم نحكي نحن بعد في تطورات هائلة جدا، أصبح حزب الله لاعب أساسي بالمنطقة وعلى مستوى الإقليم، أصبحت إيران دولة مقابل أمريكا ومقابل المجتمع الدولي، بوتين اليوم ينافس أمريكا وأوروبا ويغير المعادلات، بيجي بيقول البطريارك انه هو بده يقرر سياسات لبنان كيف بدها تصير، وانه حزب الله بيروح ولا ما بيروح، بده يسمح لنا فيها. اول شيء اهم شيء الان بكركي تهتم فيه، بركي بتامن مساعدات للناس الفقراء والمعترين الان بكسروان وبجبال وبالمتن وبكل لبنان، هذا بيكون اجمل دور الان عم تلعبه، الى جانب دار الفتوى، بس ما عم بتامن، الى جانب دار الفتوى، الى جانب المجلس الشيعي، هذا اهم دور الان بيلعبوه. اما رسم سياسات للبلد لا بكركي ولا بغير بكركي بترسم سياسات. زمن الاول تحول، وعم بحكي بكل محبه وبدون اي انتقاد، هذا لا يعني انتقاص من دور بكركي ولا من دور البطرك. كان البطريرك صفير عمل عراب لقرنة شهوان ومش عارف شو، وصار اللي صار، والله يرحم البطريرك صفير. فخلي البطريرك الراعي ما كمان يعمل مثل البطريرك صفير، يبدا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق، يصير بطريرك ل يعني جزء من كسروان وجبال. لا، البطريرك يجب أن يكون لكل لبنان، يجب أن يفكر بالماروني ببعلبك
وبالمارونة اللي بعين قبل وبدبل وبرماش على الحدود. لما بفكر فيهم لهودي بيعرف تماما شو معنى الحياد ومعنى غير الحياد. البطريرك إذا بده يأخذ موقف بيطلع بيقول أنا مع المقاومة التي تحمي لبنان، هذا بيكون بطريرك يا كل لبنان. هيك بيكون البطريرك، مثل ما كان البطريرك المعوشي لما كانت الناس تنزل وتحييه باسمه. هيك بيفكر الواحد يعني. بدك البطريرك يمشي مع المقاومة؟ لا مش ما يمشي، أنا عمول يمشي. أنا عمول ما يمشي مع المقاومة، على الأقل لا يحرض عليها، على الأقل مش يحمل هالقضية ويمشي، مش شغلته هيدي، مش شغلته هيدي، شغلة الاستابلاشمنت السياسي في لبنان ينزل على الانتخابات يترأس كتلة ويتفضل. ما بصير. أنا بدي نيجي نائب رئيس مجلس شيعي يرسم سياسي، ودار الفتوى بده يرسم سياسي، شيخ العقل بده يرسم سياسي، وكركي بدها ترسم سياسي. لا هاو لهم أدوار وطنية نحترمها من جلة أعلى بكتير من الأمر السياسي البسيط. أما تروح أنت يا الاخري، مش شغلتك يا اخي، هيدي مش شغلتك. انت بتروح بتزور عشان الكنيسه الابرشيه الحوار الاسلامي المسيحي الاخري، بس تروح طالب انه لبنان بالحياد والحياد هو الخلاص؟ لا هذا مش صحيح. طب انه هو طالب بالحياد، هو طالب بالحياد ما طالب بالسلام بالنهايه. ما هو هذا الحياد مقدم للسلام، ما يسمى بالسلام. ما رح يصير برايك يوما ما تطبيع او سلام او الى ما هنالك بلبنان بين لبنان واسرائيل والمنطقه؟ هذا لا يسمى سلام، هذا يسمى استسلام وبيع للحق الفلسطيني. اذا كان هناك في لبنان من يريد ان يذهب بهذا الاتجاه فليخرج علنا ويقول. ما يطلع يخترع معادلات، يطلع يقول نحن مع السلام مع العدو الإسرائيلي، نحن مع السلام مع من اغتصب فلسطين، نحن مع السلام مع من سرق كنيسة المهد وكنيسة يعني الكريمة. ما رح تصير يوما ما. أنا برأيي هذا الأمر منهي عنه في عقائدنا الدينية المسيحية والإسلامية. هلأ إذا حدا بده يتجاسر على هذا الموضوع وينسى كل هذا البعد العقائدي، فعلى الأقل ما بيقدر ينسى البعد الوطني. بعد بريك يعني أنت إذا نسيت البعد العقائدي في أن اللصوص الهيكل ومش عارف شو مش عارف والسيد المسيح وصلبوا اليهود وأخذوا بيت المقدس وكنيسة القيامة، بس ما فيك تنسى أنه أخذ تحديدا. دكتور زياد نجيم كان ضيف الأسبوع الماضي، بيقول أنه التطبيع رح يصير، المستفيد الأول هي الطائفة الشيعية وهن رح يستفيدوا من طريق الحرير يلي رح تبلش من الجنوب لكل لبنان. ما بتوصل لدورس له. بعد بريك بدي أسألك عن هيدا الموضوع ونكفي بموضوع الانتخابات والتحالفات وكل شيء عم بيصير.